الخطوة اللي بعدها هنبتدي نعمل بادي او جسم الخروف، وهنبتدي نشتغل بخيط القطيفة مع ابرة 4.5، وبرضو هنبدأ بالدائرة السحرية وهنرتفع بسلسلة، وهنشتغل جوه الفراغ 6 غرز حشو. وهنبدأ راوند رقم 2، وبنفس تسلسل كروشيه الدايرة هيبقى تزايد في كل الغرز، فالست غرز حشو دول هيبقوا 12، فهروح على طول على اول غرزة حشو وهبتدي اشتغل تزايد، والمفروض انه زي ما احنا عارفين في نهاية راوند رقم 2 يبقى عندنا 12 غرزة حشو. في راوند رقم 3 بنفس تسلسل كروشيه الدايره التزايد هيبقى في الغرزه الثانيه، والمفروض في راوند رقم 3 يبقى عندنا 18 غرزه حشو، فهبدا باول غرزه وهشتغل غرزه حشو واحده بس، وهروح على الغرزه الثانيه اللي بعدها وهشتغل فيها تزايد. بعد ما بنخلص راوند رقم 3 وعدد الغرز عندنا بيبقى 18 غرزة حشو، هنكمل في التزايد بنفس تسلسل كروشيه الدايرة لحد ما عدد الغرز يوصل معانا ل 36 غرزة حشو، فهنبدأ في راوند رقم 4 والتزايد هيبقى في الغرزة الثالثة وعدد الغرز هيبقى 24، وبعدين هنبدأ في راوند رقم 5 التزايد هيبقى في الغرزة الرابعة وعدد الغرز هيبقى 30، وبعدين راوند رقم 6 التزايد هيبقى في الغرزة الخامسة وعدد الغرز هيبقى 36، بعدها هنوقف التزايد. خلصت راوند رقم 6 واخر تزايد عندي كان في الغرزة رقم 5، واخر عدد وصلت له الغرز زي ما احنا عارفين 36 غرزة حشو. الخطوة اللي بعدها انه هبدأ اوقف التزايد وهشتغل 5 راوند بدون اي تزايد خالص، فمن راوند رقم 7 لحد راوند رقم 11 هفضل اشتغل راوندات بدون اي تزايد، وعدد الغرز هيفضل ثابت عندي 36 غرزة حشو. بعد ما اشتغلت 5 راوند بدون اي تزايد وصلت لحد راوند رقم 12، وده شكل الشغل عندي. والخطوة اللي بعدها هبدأ اشتغل تناقص وهبدأ اعكس تسلسل التزايد، وهبدأ في راوند رقم 13، واخر تزايد وصلت عنده كان في الغرزة الخامسة، فلما ابدأ في راوند رقم 13 التناقص هيبقى في الغرزة رقم 5 و6، والمفروض ان عدد الغرز هيبقى 30 غرزة حشو. هبدأ أعد 4 غرز حشو، وبعدين هروح على الغرزة رقم 5 و6 وأشتغل تناقص. وهكرر 4 غرز حشو والغرزة رقم 5 و6 تناقص، والمفروض انه في نهاية راوند رقم 13 عدد الغرز عندنا يبقى 30 غرزة حشو. بعد ما بنخلص راوند رقم 13 وعدد الغرز بيوصل عندنا ل 30 غرزة حشو، بنبدأ بعدها نشتغل راوند رقم 14، وهنشتغل غرزة حشو واحدة بس في كل الغرز الموجودة عندنا، مش هنشتغل اي تناقص خالص، وعدد الغرز في راوند رقم 14 هيبقى برضو 30 غرزة حشو. راوند رقم 15 والتناقص هيبقى في الغرزة رقم 4 و5، والمفروض في نهاية راوند رقم 15 يبقى عدد الغرز عندنا 24 غرزة حشو. وبعد ما هنخلص راوند رقم 15 هنشتغل راوند رقم 16، وهيبقى بدون اي تناقص خالص، وعدد الغرز هيفضل ثابت في راوند برضو رقم 16 هيفضل 24 غرزة حشو. فهبدأ في راوند رقم 15 وهعد 3 غرز، وزي ما وضحت بعد ما نخلص الراوند ده عدد الغرز هيبقى 24، وبعدها هنشتغل راوند كمان بدون اي تناقص. راوند رقم 17 والتناقص هيبقى في الغرزة التالتة والرابعة، والمفروض في نهاية راوند رقم 17 عدد الغرز يبقى 18 غرزة حشو. فهبدأ اعد غرزتين كده، 1 2، وبعد ما اخلص راوند رقم 17 هشتغل راوند رقم 18 بدون اي تناقص، وعدد الغرز برضو هيفضل ثابت 18 غرزة حشو.
هنبدأ راوند رقم 19، والتناقص هيبقى في الغرزة التانية والتالتة. والمفروض في نهاية راوند رقم 19 هيبقى عندنا 12 غرزة حشو، ده هيبقى آخر راوند في التناقص. فهشتغل غرزة حشو واحدة بس. بعد ما اخلص راوند رقم 19 هبدأ في راوند رقم 20، وبرضو عدد الغرز هيفضل ثابت، مش هيبقى في اي تناقص. وراوند رقم 20 عدد الغرز عندي برضو هيفضل 12 غرزة حشو. بعد ما بنخلص راوند رقم 20 هنبدأ ننهي الشغل، وهنسيب مسافة طويلة من الخيط. اخر خطوة عندنا بالكروشيه هي هتبقى اقدام الخروف، وبرضو هنمشي بنفس الخطوات اللي احنا شفناها قبل كده، وبنفس تسلسل الكروشيه الدائرة هنشتغل 5 راوند. فانا هنا بدأت، وفي راوند رقم 1 اشتغلت 6 غرز حشو، راوند رقم 2 تزايد في كل الغرز فبقى عندي 12 غرزة حشو، راوند رقم 3 تزايد في الغرزة التانية بس وعدد الغرز وصل عندي ل 18، راوند رقم 4 تزايد في الغرزة التالتة وعدد الغرز عندي بقى 24، راوند رقم 5 والأخير تزايد في الغرزة الرابعة وعدد الغرز وصل ل 30 غرزة حشو. فانت هتشتغلي 5 راوند لحد ما عدد الغرز يوصل عندك ل 30 غرزة حشو. بعد راوند رقم 5 هنبدأ في راوند رقم 6، وهنبدأ على طول نشتغل تناقص، وبرضو بنفس الخطوات اللي احنا شفناها قبل كده. هنبدأ التناقص هيبقى بشكل عكسي، فآخر تزايد هنا عندي كان في الغرزة الرابعة، فلما ابدأ راوند رقم 6 اشتغل تناقص، فهبتدي اشتغل تناقص في الغرزة رقم 4 و5. فانا هبدأ في راوند رقم 6 وهشتغل 3 غرز حشو. وهكرر 3 غرز حشو وبعدين تناقص في الغرزة رقم 4 و5. المفروض في نهاية راوند رقم 6 عدد الغرز برضو زي ما احنا عارفين هينقص 6 غرز، فهيبقى عندنا 24 غرزة حشو. بعد ما نخلص راوند رقم 6 هنشتغل تناقص في راوند رقم 7، وهيبقى في الغرزة التالتة والرابعة وعدد الغرز هيوصل عندنا ل 18 غرزة حشو. وبعدين هنبدأ في راوند رقم 8، والتناقص هيبقى في الغرزة التانية والتالتة وعدد الغرز هيوصل ل 12 غرزة حشو. زي ما وضحت انا هنا في راوند رقم 6 اشتغلت تناقص في الغرزة رقم 4 و5 وعدد الغرز بقى 24، وفي راوند رقم 7 اشتغلت تناقص في الغرزة رقم 3 و4 وعدد الغرز بقى 18، وفي راوند رقم 8 اشتغلت تناقص في الغرزة رقم 2 و3 وعدد الغرز بقى 12 غرزة حشو. قبل ما نبدأ على الخطوة اللي بعدها، مهم ان انت تبدأي تملي الجزء ده بالفايبر. الخطوة اللي بعدها هتبدأي تشتغلي 5 راوند بدون اي تناقص، فمن راوند رقم 9 لحد راوند رقم 13 هتشتغلي 5 راوند بدون اي تناقص، عدد الغرز هيفضل 12 غرزة حشو. بس الملحوظة الوحيدة انه اول 4 راوند هيبقى بابرة 2 ملي، اللي هي اللي انت بتشتغلي بيها من البداية، او مقاس الابرة عموما اللي انت بتشتغلي بيه من البداية. وبعد كده في راوند رقم 13 والاخير هتبدأي تنقلي على ابرة 4 او 4.5 ملي مقاس اكبر، عشان هنشتغل بعدها بخيط القطيفة. فأنا هبدأ دلوقتي وهشتغل 5 راوند من راوند رقم 9 لحد راوند رقم 13، هشتغل بدون أي تناقص، مع ده راوند رقم 13 الأخير برضو هيبقى بدون أي تناقص بس مع إبرة 4.5 ملي. زي ما وضحت انا هنا لما وصلت راوند رقم 13 بدلت الابرة ل 4.5 ملي، وعشان كده زي ما احنا شايفين الغرز شكلها اوسع،
والخطوة اللي بعدها انه هقفل الراوند بارز المنزلقة واقص الخيط وانهي الشغل. وبرضو بعد ما ارتفعت بسلسلة هعتبر ان دي اول غرزة حشو، وهشتغل في كل الغرز الموجودة عندي غرزة حشو واحدة بس، وهرتفع بخيط القطيفة بتلاتة راوند طبعا برضو بدون اي تزايد او تناقص. هشتغل في الاتناشر غرزة حشو، هشتغل في كل غرزة منهم غرزة حشو واحدة بس، وبعد ما اخلص الراوند ده هرتفع بكمان اتنين راوند، فراوند رقم 14 و15 و16 هيبقوا بخيط القطيفة. بعد ما بنشتغل تلات راوند بخيط القطيفة هنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو بدأنا بيها. بعدها بنقص الخيط، بس طبعا بنسيب مسافة كافية للخياطة، وبعدين نشتغل سلسلة وننهي الشغل. بعدين برضو بنملأ الجزء ده بالفايبر. ودلوقتي هنبدأ نثبت رجلين الخروف، بس هنحاول في الأول انه يعني نثبتهم بالدبابيس عشان نتأكد انه الرجلين متوزعة بشكل صحيح. زي ما احنا شايفين كده اميجرومي الخروف يعتبر خلص، ده شكله. طبعا لو انتي حابه تسيبيه بالشكل ده برضو هيبقى جميل جدا. انا بالنسبه لي حابه اضيف خيط اليس بافي، وهوضح لكم الطريقه برضو عشان لو انتي حابه تعملي حلقات. بعد ما بتفكي حلقة من اليس بافي بتبدأ ان انتي تثبتيها الاول. مثلا هنبدأ هنا من منطقة الظهر، بعد ما بتثبتي الخيط بتبدأ ان انتي تسحبي من كل غرزة حلقة واحدة، وطبعا بتحاولي ان انتي تمشي بالترتيب في كل الغرز مع كل الراوندات الموجودة عندك. فهنبدأ من اول هنا، هبدأ هنا من السنتر اسحب اول حلقة، بعدين ببدأ اكمل في كل الغرز الموجودة عندي، احاول انه امشي بالترتيب.
كده احنا خلصنا اميجرومي الخروف اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. انا بشكركم جدا جدا للمتابعة، كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله عيد اضحى سعيد علينا جميعا. والناس اللي بتابعني لاول مرة اهلا بيكم، لو حابين تفضلوا تتابعوني دايما وتكونوا اول ناس توصل لكم الفيديوهات الجديدة، ادخلوا على يوتيوب واعملوا سيرش عن قناة كروشيه كافيه باي لولي، واضغطوا تحت اي فيديو من فيديوهاتي على كلمة اشتراك او سبسكرايب، وكمان تابعوني من خلال صفحة قناة كروشيه كافيه على فيسبوك وعلى انستجرام، وكل اللينكات لصفحات قناة كروشيه كافيه هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.